من أجل هذا يكون حزننا في أسبوع الألام ليس فقط لأجل ألام المسيح، إنما من أجل خطايانا التي سببت له هذه الألام. ونحن نحتفل بألام المسيح على الأقل بأربع طرق. نحتفل بألام المسيح احتفالاً سنوياً في أسبوع الألام، واحتفالاً أسبوعياً في يوم الجمعة من كل أسبوع، واحتفالاً يومياً في صلاة الساعة السادسة. نقول يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة إلى سمرت على الصليب، واحتفال عمومي بقى ده الرابع اللي هو باحتفالنا بالصليب في كل مكان، الصليب الذي يعلق على كنائسنا وداخلها، والصليب الذي نعلقه على صدورنا، والصليب الذي نرشمه في أيدينا، والصليب الذي نرشم به أنفسنا ونرشم به أشياء كثيرة لتقديسها. فالصليب موجود في حياتنا غير المناسبات الثلاثة بتاعة الأعياد. الناس من عادتهم أنهم يحتفلوا بالأشياء المفرحة فقط، لكن كويس جداً أن الكنيسة بتحتفل بالألام. ولما إحنا بنحتفل بالألام لا نقصد فقط آلام السيد المسيح، إنما نتذكر أننا نحن السبب في آلام المسيح. إحنا السبب، لأن الكتاب بيقول كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. فإن كان السيد المسيح تألم من أجل مغفرة خطايانا، فالسبب طبعا هو خطايانا. وإن كنا نجلل الكنيسة بالسواد في أسبوع الآلام، فبرضو السواد حزنا من جهة آلام المسيح، وحزنا على أنفسنا الذين سببنا آلاما للسيد المسيح. إن كان قد وضع عليه إثم جميعنا، فكل خطايانا اتوضعت عليه في وقت الصلب. الخطايا اللي ارتكبناها زمان واللي بنرتكبها دلوقتي وحتى اللي هنرتكبها بعد حين، فيبقى كل واحد يحط دي في دماغه. لما المسيح مش قادر بيقول إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، نقول له الكأس دي يا رب مليانة من خطايانا إحنا. إحنا السبب. من أجل هذا يكون حزننا في أسبوع الألام ليس فقط لأجل ألام المسيح، إنما من أجل خطايانا التي سببت له هذه الألام. وأسبوع الألام مملوء بالألحان الحزينة، وبعضها مؤثر جداً في النفس، ومملوء بالقراءات التي نتتبع فيها السيد المسيح في هذا الأسبوع خطوة خطوة.